أحسن الله إليكم. محمود محمد يقول: فضيلة الشيخ، رجل مات وعليه مؤخر صداق ولم يترك شيئا، فهل يلزم الوالد أن يسدد هذا الدين أم يسقط عنه؟ الدين لا يسقط عنه، يبقى في ذمته، ولكن إذا أراد الوالد أو غيره من أقاربه أو غيره من المسلمين أن يسدد عنه ليبرئ ذمته فهذا شيء طيب، فيه أجر وثواب، تبرأ ذمته بذلك. نعم.